المهندس اسامه كمال طبعا وزير البترول الاسبق. برحب بحضرتك معانا يا فندم. مساء الخير استاذ شريف، عليك وعلى متابعينك الكرام. اهلا بحضرتك. معلش هي يعني محتاجه تبسيط شويه عشان احنا كمان نفهم. الشركات الدوليه دي انا زي ما كنت بقول اسئلتي، الشركات الدوليه بتبدا تنقب وتتفق مع طرف امتى على التنقيب وتحدد موقعه على اي اساس؟ ارد على سؤالك بسؤال، واحنا بدينا ننقب عن البترول والغاز في البحر الاحمر حتى الان؟ في البحر الاحمر لا. ليه؟ عشان لسه في اتفاقيات بتتم. لان ما كناش رسمنا الحدود. مفهوم. طيب احنا لما بدينا نتكلم في قصه ترسيم الحدود ايوه في البحر المتوسط، ده كان بناء على ايه؟ بناء على اعمال البحث والتنقيب اللي اجريناها في مياهنا الاقليميه قبل كده. كويس. وعشان نبسط للناس يعني ايه مياه اقليميه ومياه اقتصاديه وحدود بحريه، كل بلد فيه لها نقطه التقاء المياه باليابس في حدودها. النقطه دي بنسميها خط الاساس لكل دوله. لك من خط الأساس 12 ميل بحري يطلق عليه حاجة اسمها مياهك الإقليمية. مياهك الإقليمية دي أنت فقط لك الحق منفردا في الصيد وفي البحث عن الثروات وفي إعطاء التصاريح بالمرور. يعني ده اللي حضرتك بتقوله ده على الخريطة دلوقتي، ده من عند خط الساحل المصري اسكندرية في أسفل. أيوة. الشاشة بالنسبة للناس لغاية. أيوة. الخط اللي بالعرض متقاطع مع خط تاني بالطول. لا، الخط اللي بالعرض ده خط تاني فوق. طيب. خلينا اللي هو الخط اللي بالطول اللي هو 274 ميل بحري. هجيله. كويس. من خط التقاء النقطة الزرقاء بالنقطة الصفراء. ايوه. تقيس 12 ميل بحري وتمشي كده مع طول حدودك من أول العريش لغاية السلوم. دي حاجة اسمها مياه إقليمية. تمام. دي سيطرة تامة ممنوع الدخول فيها بدون إذن. ولك فيها منفردا الصيد والبحث عن الثروات. بعد كده لك 200 ميل بحري من خط الاساس برضو، حاجه اسمها مياهك الاقتصاديه. ايوه. دي سيطره تامه من حيث حقوقك في البحث عن الثروات والصيد، ويمكن للجميع العبور بالاخطار. ليه بالاخطار؟ لانه ممكن يكون انت في حالة مثلا عمليات او حالة مناورات حربية، فلو حد دخل بطريق الغلط ممكن يتضرب. اي انت تقيم بعض المنصات البحرية، والمنصة البحرية دي لو مش باينة على الخريطة البحرية اي حد ممكن يصطدم بيها وتبقى حادثة كبيرة. وبالتالي الكلام ده بيتطبق امتى؟ لو المسافة بينك وبين اللي قدامك زيادة عن 400 ميل بحري. طب لو ما كانتش زي المسافة اللي بيننا كده وبين أبروس، المسافة اللي بيننا وبين أبروس 274 374. طيب المسافة دي 374 كيلو، هي مكتوبة 274 على الخريطة. ميل بحري، ميل بحري. أيوة. تمام. فهنا المسافة ديت بتطبق قاعدة اسمها قاعدة الميديان لاين، والقصة اللي احنا بنتكلم عليها دي طبقا لأصول ترسيم الحدود البحرية الصادرة من الأمم المتحدة سنة 1982 والموقع عليها جميع الدول. كويس. الموجودة في الأمم المتحدة باستثناء ثلاث دول. أمريكا وتركيا وإسرائيل. أمريكا هي بتعتبر نفسها أن يعني حدودها هو العالم كله، فما فيش عنده حاجة تجبره على توقيع اتفاقية ترسيم حدود. إسرائيل ده كيان احتلال في الأصل، وبالتالي في دول مش معترفة بيه وهو مش معترف بدول أساس. فالقصة مش ماضي. تركيا اجتاحت من قبل قبرص، وبالتالي هي لا تعترف بقبرص، وقبرص مش معاها علاقات معاها، وبالتالي هي كمان ما مضتش الاتفاقية. فيما عدا ذلك كل دول العالم ماضية اتفاقية ترسيم. أي شركة بقى بتيجي تشتغل بيبقى عندها الملف اللي حضرتك بتتكلم عنه ده؟ قبل أي شركة، أنا قبل ما أنا أطرح مناطق للبحث والاستكشاف بلجأ للسلطات في بلدي. مين السلطات في بلدي؟ الخارجية والدفاع. يا جماعة أنا عايز أشتغل في الحتة الفلانية، يقوم يقول لي لا والله مثلا الحتة الفلانية دي لسه لم يتم ترسيم الحدود فيها. أي. زي ما لجأنا لهم قبل كده وقلنا عايزين نشتغل في البحر الأحمر، قالوا لا ما تمش ترسيم الحدود فاستنى.
او وزاره الدفاع تقول لا والله المناطق دي مناطق عسكريه ما تخشهاش ما تشتغلش فيها. مفهوم. فانا بلجا للسلطات المختصه في بلدي وبقول انا عايز اشتغل في الحته دي. اذا قالوا لي اه اتفضل اشتغل، ببتدي اعمل ايه؟ ادخل الاول مراكب استكشاف، لا مراكب استكشاف ومسح سيزمي، تعمل بعض الخرائط الجيولوجيه اللي بتقول هنا في تراكيب هيدروكربونيه، يعني في بترول وغاز ولا بتقول لك الخريطه، يعني بتقول لك الخريطه بالظبط كده. اذا قالت فيه اروح اخد بقى الكلام ده طرحه في مناقصات عالميه تخش فيها الشركات الدوليه اللي هي زي ما حضرتك قلت في الاول انها دول بتتحرك، مش شركه مجرد شركه طبعا. دي دوله بتتحرك. فهذه الشركات تاخد هذه الخرائط وتبتدي تراجع من واقع بلادها في بلاد هذه الحدود تطابق المعلومات نفسها وماشيه تمام، يبتدي يخش في المناقصات. هل يملك بقى طرف ما تاني بعد انت بدات في 2013 بعد خمس حضرتك احنا بدانا القصه دي في 2003 ترسيم الحدود مع فكرة قبرص. الترسيم لا انا بتكلم على واقع بدايه الشغل. خلينا اسلسلها لحضرتك بالراحه. احنا الحدود اترسمت في 2003 وطرحنا مناقصه فعلا في هذه المنطقه قبل كده، ودخلت احدى الشركات اشتغلت، قعدت شغاله في حدود 6-7 سنوات بالظبط ولم توفق ولم يكن لها حظ فتوقفت عن الاعمال وخرجت من المنطقه، وكل ده ومحدش بيعترض. محدش بيعترض بعد الاتفاقيه لما بتتعمل اتفاقيه ترسيم حدود طبقا للقواعد اللي قلناها دي، بعد ما الدولتين بيمضوا عليها من حيث المبدا بيبعتوها الامم المتحده لمراجعتها وطبقا للاسس بتاعه التقسيم. مفهوم. تقوم الامم المتحده توزعها على جميع الاعضاء اللي موجودين فيها ذوي الصله يبصوا عليها. ليه؟ لان ممكن يكون حد له حقوق فيها، يعني فساعتها يعني اللي هو ايه يعني اللي عنده مشكله او اللي عنده اعتراض يتكلم الان او ليصمت الى الابد. ايوه. فلم يعترض احد في حينه، وبالتالي وقعت الاتفاقيات في مارس 2003 ولم يعترض احد، واشتغلنا احنا في البترول بعد كده. حصل ان احنا توقفنا عن اعمال البحث والاستكشاف في الفتره ما بين 2010 و2012، وحصل في هذا التوقيت انخفاض في معدلات الغاز في مصر، وكناش طرحنا مناقصات. كان لازم نطرح مناقصه في 2012، طرحت في مايو 2012 تحديدا، وكان اللي موجود في هذا التوقيت المهندس عبد الله غرام. ايوه. طرحت المناقصه وهي ماشيه في سكتها، جيت بصيت لقيت في شهر 10 الشركاء الاجانب جايين طالبين التأجيل وإن هم عايزين يعيدوا النظر في المناقصة. ليه يا جماعة؟ قالوا لنا والله إحنا سامعين إن أنتوا عايزين تعيدوا النظر تاني في ترسيم الحدود مع قبرص. الله، مين عايز يعيد النظر؟ قالوا والله إحنا سامعين الحكومة عندكم بتقول كده. تيار الإسلام السياسي في هذا التوقيت كان فعلا ابتدى يثير هذا الأمر إن إحنا عايزين نعيد النظر في ترسيم الحدود البحرية مع قبرص، وإن اتفاقية 2003 دي فيها محتاجه اعاده نظر فيها وفيها فقلت انا وقتها احنا كقطاع بترول احنا مش مسؤولين عن ترسيم الحدود، لكن احنا مضارين ان المناقصه هتقف، وبقى لنا 3 سنين ما بنطرحش مناقصات والغاز بيقل. فدعونا الى اجتماع كبير جدا، كل من يعني كان له راي او عنده وجهه نظر او بيدعي ان عنده مستند يجيبه ويجي، واستدعينا اللجنه العليا لترسيم الحدود البحريه، ودي بتضم ناس عالميين في كل التخصصات في التخطيط في التعاون الدولي والاتفاقيات الدوليه والمخابرات والمساحه العسكريه والمساحه الجيولوجيه والتاريخ والجغرافيا، كل الحاجات دي قعدوا استمعوا لكل واحد دلب دلو، ثم قام رئيس اللجنه وشرح كيف تم ترسيم الحدود دي، وانتهت القعده دي ان الناس اللي كانت قاعده وبتعترض سقفوا لكل اللجنه وقالوا اثنوا على جهدها وان مفيش خطا، وبالتالي كويس. قلنا فليصمتوا الى الابد، ومشيت المناقصه دي على كده، والناس اتقدمت بعروضها في شهر يناير او فبراير 2013، ومشيت بقى القصه في طريقتها العاديه، تمت اعمال الترسيه واتمضت الاتفاقيه باتفاقيه الامتياز في يناير 2014. وكل ده كان لو كان في اي طرف اقليمي تاني جار عنده اي نوع من التحفظات كان المفروض تظهر. مش من حقه يا استاذ شريف بعد لا قصدي مع مرحله الامم المتحده مع كل المراحل، انا بتكلم اجمالا يعني. مش من حقه بعد 2003 يعترض لانه ما اعترضش في وقت، ده لو كان اصلا هو موقع على الاتفاقيه ومعترف بيها. طب هل طب سؤال لو انت مش موقع سؤال شركات البترول دلوقتي لما بتيجي تشتغل هي بتبقى برضه حاطه في اعتبارها انه في بالتاكيد يعني حاطه في اعتبارها ان في اطراف مش ماضيه
طبعا صح طبعا وبتشتغل. بغض النظر هنا بقى اللي انا عايز اطمنك واطمن عليه الناس كلها، بغض النظر عن كونك ماضي الاتفاقيه او مش ماضي الاتفاقيه، ايوه فالحدود البحريه موثقه بخرائط طبقا للاتفاقيه. يعني احنا مثلا مش ماضيين اتفاقيه ترسيم حدود بحريه مع اسرائيل، هل معنى كده ان اسرائيل تقوم الصبح تخش في الحدود عندنا؟ تركيا مش ماضيه اتفاقيه ترسيم الحدود دي ومش معترفه بيها، هل معنى كده الاتحاد السوفيتي روسيا تقوم الصبح تخش على تركيا؟ لا، عدم توقيع الاتفاقيه لا يعني تجاوزها. مفهوم. فده كلام. لكن في نهايه الامر كل ده هو اللي يطمن شركه البترول انها تيجي تستثمر وتبدا الشغل. طبعا يا استاذ شريف، دي ناس حاطه 14 مليار دولار في موقع واحد، احنا في المكان ده في عندنا 8 مناطق كل واحده هيتصرف عليها في نفس الحدود ما بين 10 ل 15 مليار. فهل تتخيل ان ممكن الناس دي تضحي ب 150 مليار دولار؟ ما يبداش في اماكن عليها شغب او نزاعات او يعني مثلا فيها دوله جايره على ما كانش يبدا ولا مغامره بمليار واحد من ال 150 طبعا، ولا بمليون واحد، مش مليار واحد، ولا مليون واحد. صحيح. انا بشكر حضرتك، شكرا جزيلا يا فندم، شكرا جزيلا للتوضيح والفكره. لحضرتك ده تنى المهندس اسامه كمال وزير البترول الاسبق، شكرا جزيلا.